السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وأحب أقدم تحياتي وشكري وامتناني لكل الناس اللي بتتابعني. كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. جدة غير، فعلا جدة غير. معاكم من كورنيش جدة. بجد يا جماعة الكورنيش حاجة في منتهى الجمال والروعة. بسم الله ما شاء الله ولا إله إلا الله. زي ما احنا شايفين كده الكورنيش حاجة كده، بص يعني آخر جمال زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. معروف يا جماعة إن البحر بيمتص الطاقة السلبية، يعني لو الواحد بيتضايق كده وزعلان ويعني تكالبت عليه لانا عسولة. لا انا حبيبتي معايا منين ما اروح. زي ما احنا شايفين كده منظر الميه والكورنيش. انا يعني صورت في الليل وصورت في النهار، بس بصراحه تصوير النهار كان حلو، عجبني خالص خالص. زي ما احنا شايفين كده الناس كلها بتتفرج، واللي ماشي واللي بيعمل رياضه واللي فارش وجالس، برضو الجو حلو مش حر قوي يعني يمشي حاله. بسم الله ما شاء الله، بس المنظر اخر جمال اخر فخامه. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكورنيش مع المية مع ناطحات السحاب، يعني بصوا كل حاجة اجتمعت هنا. بسم الله ما شاء الله، آخر جمال بصراحة. أنا أي مكان بروحه وبحس إن هو حلو يعني يستحق إن أنا أصور فيه بصور فيه على طول، يعني بحس إنها أجواء حلوة تستاهل يعني. فجيت انا على الكورنيش قلت اتمشى بقى شويه واتفرج كده على الميه. انا من الناس اللي بيحبوا البحر، يعني ممكن نقول انا من الناس اللي بيعشقوا البحر سبحان الله. البحر يا جماعه زي ما قلت لكم بيمتص الطاقه السلبيه، يعني الواحد لو زعلان حزين عنده حاجات عنده هموم بيجي يقعد على البحر كده شويه سبحان الله ولا اله الا الله يمتص الطاقه السلبيه اللي فيه. جميله منظر حتى الميه كده، بصوا صافي وجميل واخر جمال بصراحة يعني. بسم الله ما شاء الله. انا شوية وهمشي اكمل الجولة اللي انا فيها ماشي عشان نتفرج برضو كده، يعني ما فيش امواج ولا حاجة، هي مياه رايقة كده وجميلة واخر جمال. يعني الناس زي ما احنا شايفين، يعني الناس راحة والناس جاية والناس عايشة الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمة من الله. بصراحة الأجواء روعة روعة والجو حلو زي ما قلت لكم، يعني مش حر قوي، هو في شوية حر مش مقدرش أقول مش حر مرة، بس بصوا عند البحر الأجواء حلوة، تحسوا إنها نوعا ما رطبة شوية وجميلة الأجواء، يعني الجو مستساغ حلو يقدر الواحد يقعد فيه ويفرش، وفي ناس كتير هناك بسم الله ما شاء الله فرشة وجلسة يعني عادي ما عندهمش مشاكل خالص. بسم الله ما شاء الله. آخر جمال يعني بصراحة. لانا على طول حبيبة معانا على طول. ايه لايك تفكر الا في اللايك على طول عسولة، ربنا يحفظها يا رب. شفتوا منظر الميه جميل ونظيفه، الميه حلوه ونظيفه ما شاء الله، الواحد يقدر يشوف الحاجات اللي تحت، يعني ميه نظيفه خالص بسم الله ما شاء الله. ده عاملينه كده جوه البحر شويه، الواحد يقدر يمشي ويستمتع بالمكان ويستمتع بالاجواء. من اجمل سبحان الله ولا اله الا الله، من اجمل الاماكن اللي في جده هي البحر. اي حاجة على البحر هتلاقوها فخامة اخر جمال بصراحة. انا طبعا زي ما قلت لكم يعني الحاجات دي هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم عنها. انا هسيبكم تستمتعوا باجواء البحر والحاجات الجميلة اللي احنا شايفينها دي. وان عجبكم الفيديو صوروا لي لايك، وان ما عجبكوش عادي اتفرجوا من غير لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ой, 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 ой